السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا، ورجاءوا مذلتهم فقلنا رماحهم من دون ذلك أن تنال الأنجم. حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال بما تجن وتكتم، نزل العذاب على جموع أمية، نزل العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الكتائب معلم. ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران يعجم لفظه ويدمدم. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا. فرآوا أشد ثباتهم أن يهزموا، ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها القضاء المبرم. صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم. ما شد غضبانا على ملمومة إلا ما شد غضبانا، ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها القضاء المبرم. آه 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 آه
معطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم ضبط حزم غاجه نزل وقف حام الضعين جدام أبو السجاد والسيف بيمين قال لي يا نور العين رخصني العزم هاج يا أخوي مالي عن ورود المشرع أعلى ياج قصدي أروم هالندي من فيض لو داياج طفلك يا أخوي حسين فت قلبي بونينا يا حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يا بسلسان وشوفته والله شعبتني حال العزيز وحال أخوها شلون فتني تجذب الونة والرضيع يدير عين آه آه هلت مدامعها يا خويا ووقفت حذاي ترتعش وتقلي يا عمي تفتت حشاي مدة 3 أيام والله ما ضقت ماي والوحنا يا خويا الموت لازم واردين جاوب الحسين سلام الله عليه قال لي يا قطبي الحرب يا الشايل علمنا خلى يا خويا من العطش يهلك طفلنا الله يا عين الجيش لا تشتت شملنا يا بعدك يا خويا تميل عدوانك علينا آه آه عباس تدري وحدتي بعدك مجيدة وانت يا خويا الجيش سردالة وعميدة تدري الأخو للموت ما يسلم عضيدة آه والحيد يضعضع من يفارق عوين قال لنا خلي تموت نسوتنا ضماية واحنا يا كافل خايف اليوث وشفاية يا حسين رخصني انكس هالرواية خياك يجيب الماي لو تقطع يمين يا حسين رخصني أنا لها اليوم مدخون والله بالمطهام لدوس خدود وصدوم ويلي تدري بهالتربة يا وتدري اليوم عاشو وبالغاضرية النمرة من قاصدين لكنما المرجع لله لا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن سيدنا ومولانا وإمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في حق عمه العباس بن أمير المؤمنين سلام الله عليهم أجمعين: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله الحسين وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. في كربلاء الحسين في يوم عاشوراء تحديدا وتخصيصا ظهرت بطولتان: بطولة حقيقية أبطالها معروفون حسبا ونسبا فكرا وعقيدة وعملا، وهناك في المقابل بطولة زائفة معكوسة ومنكوسة، كذلك أبطالها أفصحوا عن أنفسهم وإن كانوا من المغمورين وإن كانوا من الأفراد الذين ليس لهم ذكر وربما لم يكن لهم حتى أصل في حسب أو نسب شريف ومرموق، ولم يكونوا من أصحاب القيم ولا من أصحاب المبادئ ولا من أهل الأخلاق والنبل والشرف والمروءة، ولذلك وجدنا هؤلاء في كربلاء يتفاخرون ببعض الأعمال والأفعال التي عدوها أنها أعمالا بطولية وأن غيرهم لم يكن ليسبقهم أو ليفعل أو يجرؤ على فعل ما فعلوا. لا شك أن جريمة عظمى وكبرى وعملا مستقبحا حتى عند أهل الجاهلية، لا شك أن هذا العمل سابقة بالنسبة إلى هؤلاء في الحرب، ليس فقط على دين الإسلام وليس على قيم القيم الإنسانية، بل الحرب حتى على القيم التي كان يؤمن بها أهل الجاهلية، القيم النبيلة التي كان يؤمن بها حتى أهل الجاهلية ويراعونها دين ويحافظون عليها ويعدون المنزلة لمن كان متمسكا بها منهم. أنت أيها البعيد يا عمر بن سعد، حدثنا عن بطولاتك في يوم عاشوراء، لمن برزت ومن قتلت من الأبطال ومن الرجال الشجعان والقروم في الحرب، من قتلت؟ هل سمعتم له بذكر في هذا الجانب؟
لم تسمعوا له شيئا. ربما يقول البعض مبررا لحال مثل عمر بن سعد، هذا من الطبيعي باعتبار أنه كان قائدا للجيش والمفروض أنه يحافظ على نفسه وجوده من أجل أن يستمسك الجيش ومن أجل أن يبقى مرشدا ومعلما للجيش ماله. سبحان الله، ما أدري هل كان عمر بن سعد ذا أهمية وذا شأنية بالنسبة لأبطال كربلاء للحسين وأهل بيته وأصحابه أكثر من شأنية رسول الله صلى الله عليه وآله، وأهمية من جانب التخلص منه بالنسبة إلى كفار قريش وأهل الجاهلية، كانوا يبحثون عن رسول الله ويتحينون الفرصة لقتله. يعني كان الرسول في خطر حقيقي وداهم في أي لحظة، لكن مع ذلك لما كانت تحدث الحروب كان رسول الله أول القوم وقاعد بالخيمة. يمكن في البدايات نسمع الرسول في الخيمة جالس يوجه ويخطب ويحمس ويشجع، نعم، لكن بعد ذلك لما يصير الاشتباك والنزال بين الفريقين الرسول كان في وسط المعركة يقاتل، وشهد له بذلك أمير المؤمنين: كنا إذا اشتد القتال وحمي الوطيس لذنا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله، لذنا برسول الله. هذا ما أدري إذا عمر بن سعد وين وين رسول الله، هذه أهميته هو قدام أمير المؤمنين في أي معركة. جلس في الخيمة ووجه بني هاشم ووجه بقية الأصحاب للقتال، كان هو أمامهم. ولهذا كان المسلمون والأصحاب يستمدون القوة المعنوية من رسول الله ومن علي بن أبي طالب لما كانوا يشوفونهم قدام يقاتلوا. الإمام علي يقول عن رسول الله: فلم يكن أحد أقرب منا إلى العدو منه. هذا رسول الله، هذا أمير المؤمنين، هؤلاء الأبطال الشجعان اللي معدودين، وهذه بطولاتهم. شوين عمر بن سعد ما إلى في هذا نصيب ولا ذكر. نعم، إلى ذكر وين؟ إلى ذكر في البداية لعله وفي النهاية بالتحديد. زين، هذان الموقفان سجلهما التاريخ له واللي هو يفتخر بهما. زين، في البداية قبل أن تقع المعركة أخذ سهما وضعه في كبد القوس، رمى به نحو مخيمات الحسين، قال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. خوش بطولة. وبالأخير بعد أن قتل الحسين سلام الله عليه وأراد القوم أن يهجموا على المخيمات أو بعد السلب والنهب أساسا، إجا هو علي بقبس من النار لأحرق بيوت الظالمين. لعنة الله عليك، لعنة عاد وثمود، وضاعف عليك العذاب الأليم. هذه أو في دعوته الأخرى: من ينتدب أو ينتدب للحسين فيطأ بالخيل صدره وظهره. هاي بطولات ما شفنا غير شيء، شفنا بطولات حرملة وشلون كان شجاع في قتل الأطفال الرضع. هاي بطولة اللي يفتخر فيها، قاتل الأطفال، هذه بطولة
ترجم جماعتهم وسلالتهم إلى اليوم الشكل، إلى اليوم هو هذا ذكر، هذه البطولات التي يفتخرون بها. مو شايف العجمي يطلع على شو يسمونه على الشاشات وينشر إلى نحرنا السيد ويقول نحرنا ولده، طفل صغير ولده نحرناه معه، يفتخر بهذه، هذه بطولاتهم، هذه شجاعاتهم، هذه بطولات منكوسة ومنكوسة ومعكوسة، بطولات زائفة. إلى اليوم جماعتهم يفتخرون أنهم يهجمون على بيوتات الأبرياء ويروعون النساء والأطفال وينهبون ويسلبون ويفعلون كل عمل مشين، كما كان أسيادهم وسلالتهم وأنسابهم بالأمس يفعلون. لكن لما أجي إلى رجل ما أقدر أعدد أبدا كل بطولات أهل البيت والأصحاب ونطرق إلى كلها، بس لمحة بسيطة وتكفي في ذلك إشارة لمعتبر ولمتعظ. هذا أبو الفضل العباس بطل الأبطال، بطل العلقمي. العلقمي نسبة إلى نهر علقمة اللي كان متفرع عن نهر الفرات وممتد إلى داخل إلى كل كربلاء متفرع فيها. هناك رأى العلقمي من بطولات أبي الفضل العباس ما رأى، رأى العلقمي كيف أن العباس فرق الجيش والجمع الذي كان يحيط به من كل جانب فأرعبهم وأفزعهم وأقحم جواده إلى الماء غير عابئ بجموعهم. هذا بطل العلقمي، هذه الشجاعة وهذه الرجولة، شخص واحد يقابله 4000 فارس، شخص واحد لا يقدرون على قتاله وعلى منعه بأبي وأمه، حركته غيرته وحركته مروءته، مثل ما كان أولئك تحركهم الخس والدناءة وحب الدنيا واللهث وراءها والشكل، كانوا يتبارزون من أجل ماذا؟ من أجل نيل الجوائز. ما فعله اللعين شمر ابن ذي الجوشم بالحسين، ما جاي قاتل الحسين يوم اللي كان الحسين يواجه القوم فيشد فيهم ويفرون من بين يديه فرار المعزة، ما اجى للحسين وهو على قيد الحياة واقف بقامته صلوات الله وسلامه عليه، اجلمت اجل بعد ان نزفت دماؤه وكثرت جراحاته وفعل به السهم المثلث ما فعل وسقط على الارض صريع لا يقوى على الحركة، بل بعد ذلك بمدة زمنية طويلة ايضا ديك الساعة اجي يفتي العضلات على وين؟ على من تفتي عضلاتك؟ على صريع على الغبرة، لو تركوه لمات حتف أنفه، ما يحتاجون أن يفعلون به ما فعلوا. هناك يراوين بطولات هذا الخبيث، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بطل العلقمي، هذا الذي شهد له هذا النهر بشهادة الله لم ينسها التاريخ ولن ينساها. أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم، تالله لو سد ذو القرنين
دون وروده لنسفته همته بما هو أعظم، ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم. هذا العباس الذي عرف بساقي أطاشا كربلاء أو السقاء، والسقاء ترى مو عمل ذاك الوقت عمل من الأعمال البسيطة أو الأعمال الغير ملتفت إليها، لا، السقاء يا عزيزي عند أهل الجاهلية قبل الإسلام كان من أشرف الأعمال، ولا يلتزم عمل السقاية إلا كل رجل بطل شريف ذو مروءة وحسب ونسب وصاحب جود وكرم وأخلاق عالية، هو اللي كان يلتزم. ولذلك من اللي كان معروف بالسقاية في الجاهلية قلت قبل الإسلام؟ بنو هاشم أهل الحسب والنسب، أهل النسب أهل الجود والكرم، دول كانوا معروفين بالسقاية، مو أبو سفيان وأبو جهل لعنة الله عليهم وأمثالهم، لا، وأبو الفضل، هذه الفضيلة وهذا العمل الإنساني العظيم والخيري الكبير قد مارسه منذ نعومة أظفاره، كما يقال أن أمير المؤمنين كان ذات يوم على المنبر يخطب في الناس، وإلى جنب المنبر الحسن والحسين جالسين بأبيهما وأمي، الحسين يلتفت إلى أبيه علي: أبا إني عطشان أريد الماء، فينتدب قنبرا ليأتي بالماء إلى الحسين، لكن آخرا قد سبقه لجلب الماء لعزيزه الحسين، وهو إذ ذاك صغير السن، العباس بن أمير المؤمنين، إجا لأم البنين عاشقة الحسين المولهة بالحسين المولهة بعلي وآل علي: يا أهل البيت، هذه المرأة المؤمنة، قال أمه: إن أخي الحسين عطشان وأريد أن آخذ الماء له قبل أن يسبقني لذلك أحد، فأعطته قدحا وضعته على رأسه، وأقبل العباس سلام الله عليه قدح على رأسه، وأمير المؤمنين ينظر إلى الماء يتفايض على جانبيه على كتفه الأيمن والأيسر بأبي هو وأمي، فاختنق علي بعبرته، اختنق علي بعبرته. ليش تبكي يا علي؟ ما الذي أبكاك؟ يقولون: تذكر الكفي أبي الفضل العباس وما يجري عليهما في يوم عاشورا بأرض كربلاء، فبكى بكاء مرا. من ذيك اللحظة العباس بدأ عمل السقاية، وفي كربلاء بدأ سقاية العباس من اليوم السابع، ثم في التاسع مرة أخرى، وفي يوم العاشر مرتان. كانت إحداهما قبل بدء المعركة، والأخرى كانت بعد قتل أهل البيت وبعد قتل الأصحاب وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لما أقبلت سكينة تحمل على يديها أخاها الرضيع وقد تفطر كبده من شدة الظمأ، ودلع لسانه على خديه يلهث من شدة العطش، نظر إليه العباس فهاجت غيرته ونبض العرق الهاشمي في
فيه بأبي هو وأمي أقبل إلى الحسين، ما يقدر يخالف أوامر الحسين، يطلب الرخصة من أخيه الحسين لعله يأذن له يأتي بقليل من الماء. الحسين لم يأذن له أبدا، عزيز على الحسين، يقول له روح قاتل، يخاف ويحرص على أخيه العباس أشد الحرص أن يقتل أو يصاب بأذى. قال إن كان ولا بد فاطلب لأهل هؤلاء النسوة والأطفال قليلا من الماء. فحمل العباس من ناحية المشرعة، ما راح وسط الميدان للقتال أبدا، حمل عليهم جموع متكاثرة على ذلك النهر تمنع العباس والحسين أن يدنوا إلى الماء ويشربوا منه قطرة. فإذا ببطل قد حمل عليهم لا يعرف رحمة بالكفار ولا شفقة على الأشرار، فلا ترى إلا رؤوسا تطيح وأيد تطير وجثث تتهاوى على بوغاء الثرى، إيه مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد يتبختر مكيف ملاقى الموت عيد، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيد ضيق فضاها والعساكر شافته شعت جبينة وصار ما تذهب بالأبصار من صرخة ذاك الجمع مثل الرحادار، فاضت طفوف الغاضرية وصاحت النار، بس امتليت تغمد البتارك يا سردا صالوا ذهلها بصولته ولفها ونشرها وذوايبه فوق المتن فلها ونثرها، طفح بميمونه على اليمنى وكسرها وطشر اليسرى والقلب من ملك زازا، عيون المسامي من ظهور الخيل شلع، كم حيد مدرع قتل والعسكر تضعضع، كل ما تراكم غيمها نوره يتشعشع، فرت حد في الموت يلقط ويل الأبطال، فرت وظنت حل عليها نافخ الصور تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور، وتذكر سكينه واخوها وللنهر ما هذا. والحسين واقف على باب الخيمة ينظر إلى أخي العباس ما يفعل بالقوم، وهو فرح مستبشر به وحسين لا أزم مركزي وتجري دموع، يشوف نسف جيش العدا وشتت جموع، طلعت مريبة ترتقيب زينب رجوع، تصيح الكفيل ابطا عساه يعود خيان، قالها يا زينب للنهر حول بجوده واخلى ملازمها عسى تسلم ازنوده، يا ردي الخيمة وطلبي من الله يعود، سورج تراه والذي لطفالك ظلال،
وقف العباس وقد امتلك الشريعة وسط الماء اغترف غرفة أدناها من فمه صار متأملا فيها كثيرا يتذكر عطش الحسين والرضيع وسكينة وبقية النسوة والأطفال يا ويلي خاض الماي بس هيا سبرد ترس جفال يروي عطش جبد تذكر لن اخوه حسين بعد ذب الماي من جفه وتحسر يقول هذا الماي يجري بطون حيات وضوق قبل اخويا حسين هيهات وظن طفله يا ويلي من العطش مات وظن موتي قرب والعمر قصر شلون اشرب واخويا حسين عطشان سكنة والحرام واطفال رضعاين وضين قلب العليل التهب نيرايان ويلي يا ريت الماي بعد لا حلو ما فرمى الماء على الماء ملأ القربة زمها على كتفه صعد صهوة جواده أقبل نحو القوم وقد عادوا لقتاله فحمل عليهم غير عابئ بجموعهم وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أهاب الشر يوم الملتقى نفسي لسبط المصطفى الطوه وقايا فحمل عليهم وشد فيهم شدات أبي حيدرة الكرار ففرقهم يمينا وشمالا هنا التفت اللعين بن سعد عليه اللعنة قائلا صائحا بالناس ويحكم امنعوه أن يصل إلى المخيم بالماء فإن شربه وأخوه الحسين أفنوكم عن آخركم أجركم الله شيع محبين موالين فعادوا إليه أحاطوا به من كل جانب هذا والحسين ينظر إلى أخيه فلما خفي عليه شخصه خاف على أخيه القتل فصعد صهوة جواده وأقبل ناحية أخيه يقاتل القوم حتى فرقهم عنه تفريقا ومزقهم تمزيقا قال أخي اجعل ظهرك إلى ظهري أقاتلهم من ناحية وتقاتلهم من أخرى فكانوا يقاتلون القوم وكل يحمي الآخر من غدر الأعداء حتى ضج القوم من كثرة القتلى كالريت ناخ الجيش وحسين تخوصان عباس باليمنى وابو سكنى بالشمال صبوا على الأعداء من البردين زلزال والكل قصد خيه ورفيف العلم نيشان شو صف عايلهم بهالكوفان الاثنين
مدري صواقع نازل على الجيش صوبين، شني الصواقع من عزم عباس وحسين، عافت ملازمها يا وخلت حومة الميدان، شمس النبوة وقمر هاشم يوم عاشو دار الفلك بيها وتلاقى النور بالنور، شقوا سحاب من الكتايب والسما تمور، احتضنا ابو زينب طلعت ترحب بالاخوان، ايوا حسينا هو عباسا، عندها صاح اللعين ابن سعد بالجمع ويلكم إنكم لا تقدرون على قتالهما معا ففرقوا بين الأخوين، ما نصنع؟ قال لتحمل فرقة من الجيش على المخيمات، فحملوا على المخيم أرعبن بنات رسول الله وتصايحنا وحسينا وعباسا، وصلت الصرخة إلى مسامع الحسين والعباس، فالتفت يقولون العباس لأخي قائلا أدريك بنات رسول الله أخي يا أبا عبد الله، قال أخي فما العلامة بيني وبينك؟ قال هذا اللواء ما دام مرفرفا، واولي واولي، رجع الحسين إلى مركزه من الخيام وبقي العباس وحيدا بين الجموع وهو يريد أن يوصل القربة سالما بالماء إلى المخيم، أجركم الله، فبينا هو كذلك يقاتل القوم وهم يفرون من بين يديه رعبا، إذ كمن له لعين من وراء نخلة ضربه بالسيف على يمينه فقطعها، أيوا عباسا، فأخذ السيف بشماله وضم اللواء بزنده إلى صدره وهو يرتجز ويقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين، فبينا هو كذلك يقاتلهم بشماله ولا يقوون على الدنو من، إذ كمن له آخر من وراء نخلة فضربه على شماله فقطع، أيوا عباسا وسيدا، عندها آجركم الله، صارت همته إيصال الماء إلى المخيم وحفظ اللواء لكي لا ينتكس، ضم اللواء بزنديه إلى صدره وصار يستحث جواده نحو المخيم وهو يرتجز ويقول يا نفس لا تخشي من الكفار
وأبشري برحمة الجبار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري. أيوة عباسا أجركم الله. فصاح اللعين ابن سعد ويحكم أرشق القربة بالسهام أجركم الله. فبينا هو كذلك إذ أتته السهام تترى كأنها رشق المطار فسهم وقع في صدره وسهم أصاب عينه اليمنى فخسفها لكنه لم يعبأ بكل ذلك وهو ينظر إلى القرب سالما فبينه هو متقدم إذ أقبل شام مسوم فرمى الفصف وقع على القرب وأريق ماؤها وعباسا وسيدا أجركم الله يا موالين يا محبين. عندها وقف العباس حائرا لا يدين فيقاتل بهما ولا ماء فيوصله إلى المخيم فشغل هنا بنفسه أراد أن يستخرج السهم من عينه ولكن ليس عنده كفين فماذا فعل؟ يقولون أن العباس صار يحرك رأسه بسرعة وقوة ناحية اليمين والشمال لعل السهم يستخرج بهذه الطريقة ولكن لم ينفع ذلك وسقطت عمامته من على رأسه. أيوة عباسا وسيدا أجركم الله. عندها أخلى رجليه من ركاب الفرس وضعها على ظهر الفرس ثم انحنى برأسه وضع السهم بين ركبتيه محاولا إخراج السهم فنظر إليه رجل من الأعداء على تلك الحالة فأقبل يحمل عمد الحديد أهوى به على رأسه وعباسا ففلق هامته وسال مخه ودمه على وجهه. فخر إلى الأرض صريعا مناديا بضعيف صوته أخي حسين أدرك أخاك. فلما سمع الحسين صوته أقبل إليه مسرعا حتى وقف على مصرعه وجده قطيع الكفين السهم ناشب بالعين رأسه مخسوف بعمد الحديد. جلس عنده أخذ رأسه وضعه في حجره فلما أفاق العباس وجد حركة عند رأسه ظنه أحدهم جاء ليقتله ويحتز رأسه
قال بالله عليك أقسم، أو قال أقسم عليك بمن تعبد أن تمهلني ساعة حتى يأتي إلي ابن والدي أودعه ويودعني. فبكى الحسين بكاء مرا تحادرت دموعه على خديه وبللت كريمته وهو يقول أخي عباس أنا أخوك الحسين. فلما سمع باسمه وصوته رفع رأسه وألقاه على التراب فرده العباس ثانية فألقى فرده الحسين ثانية ألقاه العباس أخرى وهكذا في الثالثة. فتعجب الحسين من فعله لما أضع رأسك في حجري وتلقيه أنت على التراب. قال أخي الآن تضع رأسي في حجرك وبعد ساعة من يضع رأسك في حجري؟ أقول أعظم الله وأجرك يا أبا الفاضل في أخيك الحسين، فقد وقع رأسه بين يدي شمر اللعين. أيوا مصيبتا جلس عندي ساعة وهو على تلك الحال في حالة الاحتضار مودعا الدنيا. يا يقل لي ايش هالعجب منك يا شايل بيرق وساق العطاشة املكت يا حيد الشريعة وطحت مفتوت الحشاشة. ويلي غار قب دمك خدودك والنبل جسمك فراشة. أخي عباس ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة، شلون عباس يتروى وينسب وسكنة ورضيعة؟ عندها بكى الحسين ومد يديه تحت جسده ليحتمله إلى المخيمات. قال إلينا إلى أين يا أخي؟ قال أحملك إلى الخيام. قال دعني أموت ها هنا يا نور عيني، أقسم عليك بجدك رسول الله. قال ولم يا أخي؟ قال لأمرين، الأول أن الموت قد نزل بي، والثانية أني وعدت سكينة بالماء ولم أفي لها بذلك. وقيل قال والثالث أخاف أن تراني زينب بهذه الحالة فينفطر قلبها. قال أخي فبماذا أعتذر لأختك زينب؟ قال سلم عليها يا ضي العالم وقلها عيني جفوفي وعيني وهامتي كلها في دلها.
تبقى تراهي ضايعة من بعدها الهيا في ذمتي من يوم فارقنا المدينة. أجركم الله فبينا هو كذلك إذ شهق شاقا فاضت معها روحه المقدسة. أيوة عباسا بكى الحسين وصار يندب قل إن عد فضل الإخوة فضلك يا خو يا بزاد ما شفتنا في الإخوة مثلك بذل مجهود قطع العدا ذرعان وشال العلم بزنود. وويلاه أجركم الله يا مؤمنين. قام الحسين أخذ رايته صار يميل بها يمينا شمالا وكأنه يقول أخي عباس لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيم. وحسيناه وعباساه بيت الدعاء يا مؤمن عن لسان هذا المؤمن الملا محمد علي بن نتيه في آخر اللحظات يوصف يقول رفعت رؤوسها الأملاك تبكي والدمع يجري رفعت رؤوسها الأملاك تبكي والدمع يجري شنه اللي جرى في الكون يا جبريل ما تدري نادى صرخة المظلوم الآن انكسر. ساعة الدعاء يا مؤمنين ونحن في مصيبة واحد من أبواب الحوائج إلى الله نتوسل إليه بالحق أبي الفضل العباس وكرامته عنده نتوسل إليه بمصاب الحسين بمصيبة زينب بالعباس يا الله بحق هذه المصيبة العظمى وصاحبها وعزتي عند عزيزك وحبيبك الحسين وعند الطاهرة زينب يا الله نسألك بهم جميعا أن تفرج عنا كل هم وغام وتكشف عنا كل كرب وبلوى وأن تفرج عن إخواننا المؤمنين والمؤمنات المعتقلين بفرجك القريب العاجل يا الله بحقه
رد عنا كيد أعدائك وأعداء أهل بيت نبيك وأعداء محبيهم وشيعتهم إلى نحورهم. ألق بأسهم بينهم واجعل الفتنة فيهم واشغلهم بأبدانهم وأنفسهم. ألق بأسهم بينهم ألب عليهم أعداءهم وأولياءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين من العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم وبحقه وبحق أخي الحسين وأخته زينب بحق هذا المصاب العظيم عجل لوليك الفرج وسائل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اقض حوائجنا ارحم موتانا شافي مرضانا اغن فقرانا يسر أمورنا رد غائبينا سائل مطالبنا. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك واجرهم على ذلك بأفضل ما عندك.